بلاد ما بين النهرين مهددة بالجفاف وخطر التصحر وانخفاض منسوب الأنهار والروافد، وتحذيرات أممية بأن العراق رح يكون أرض بلا أنهار بحلول عام 2040. العراق اللي عرف العالم ببلاد ما بين النهرين، اللي بسببهن انبنت أقدم وأعرق الحضارات على وجه الكوكب، منها الحضارة السومرية والبابلية والآشورية والكلدانية اللي امتدت لآلاف السنين مهددة بالجفاف والتصحر. وصار بإمكان المواطنين في بعض المناطق أن يقطعون المسافة من ضفة إلى أخرى خلال المشي عبر المجرى المائي للنهرين، بعد ما كانوا يحتاجون إلى جسور وقوارب للعبور. سياسات دول المنبع تركيا وإيران اللي تسهم في جفاف النهرين أثر تشييد السدود الضخمة وتحويل روافد كثيرة مغذية للنهرين والمشاريع الكبيرة الأخرى اللي تؤثر على تدفق المياه، هذا غير تغييرات المناخ ونقص هطول الأمطار وزيادة الاستخدام غير المستدام للمياه بحسب مكاتب الأمم المتحدة في العراق، وهالشي يهدد استقرار وأمن العراق البيئي والمائي والغذائي، مثل تضرر الثروة السمكية والواقع الزراعي وانعكاسها على الأمن الغذائي. ووفقاً لتوقعات مؤشر الإجهاد المائي لعام 2019 في أن العراق رح يكون أرض بلا أنهار بحلول عام 2040، ولن تصل مياه الأنهار إلى المصب المائي النهائي في الخليج العربي. أما وزارة الموارد المائية فوصفت التقارير الأممية بالنظرة السوداوية. عام 2022 أعلن العراق عن انتهاء شركة إيطالية من إعداد التصاميم الخاصة بإنشاء سد بشط العرب، واللي كان من المفروض أن يحافظ على مليارات الأمتار من المياه المهدورة ويتكفل بإنهاء شحة المياه بالمناطق الجنوبية، لكن لغاية اللحظة ما شفنا أي شيء على أرض الواقع.